واستكمالا للتكافل الاجتماعي وللمشاركة بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، أقام أهالي تكريت موكبا على الطريق الخارجي للمدخل الجنوبي للقضاء لتقديم الخدمات للزوار المتوجهين إلى محافظة كربلاء لأداء الزيارة. احنا اهلا وسهلا بكم وعظم الله اجوركم بهذه الايام الاربعينية الامام الحسين واخي ابو فضل عباس بهذا الموكب. سمينا اسم هذا الموكب اسم موكب صلاح الدين تكريت، اهالي تكريت هذا الموكب. هذا احنا سنويا الحمد لله والشكر هسه تاسس هذا الموكب بعد هنا، هاي كل سنه نفتح هذا الموكب خدمة زوار الإمام الحسين وخدمة المواطنين، لنقدم الطعام ونقدم الشاي ونقدم القهوة، وهذا كله ثواب لإمام الحسين. وهذا الموكب إن شاء الله هاي السنة الأولى، إحنا عندنا مواكب كانت داخل تكريت بس هذا الموكب طلعناه على خط السريع لأجل أخواننا خطيئة دنيا صيف وحارة. بداية مدخل تكريت، هذا بداية مدخل تكريت يضم عندك محافظة الموصل، دهوك، زاخو، أربيل، سليمانية، يعني يضم باقي المحافظات الشمالية من هذا مدخل تكريت. وإن شاء الله إحنا خدام لأبو عبد الله وإن شاء الله نخدم المواطنين بأقصى ما عندنا من جهد إن شاء الله.